صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 51 لسنة 2021 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه. المادة الأولى: يعين السيد جمال عبد العزيز عبد الغفار العلوي رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة 3 سنوات.